قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم جاء في رواية عند مسلم زيادة: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واتخاذ المساجد على القبور نوعان كما سبق، إما أن يكون بناء حسيا أو معنويا. وهذه الجملة تدفع حجة من يقول إن النهي عن الصلاة في المقابر من أجل النجاسة الحسية، وذلك لأن هذه المقابر يتحلل فيها أجساد هؤلاء الموتى، فيتكون منها الصديد والدم والقيح وما شابه ذلك. وقد طرحت هذه المسألة في الفقه، وقلنا من قال إن هذه الأشياء من الصديد والقيح والدم من قال إنها نجسة، فإن الدليل على ذلك. ثم لو كانت نجسة من باب التنزل مع هؤلاء، فإن النهي هنا عن اتخاذ قبور من في هذا النص؟ الأنبياء. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض، فأجسادهم تبقى طرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فإنها تؤكل، بمعنى أن الأرض تأكل أجسادهم، لكنهم يختلفون من حيث الزمن. ولذا جابر رضي الله عنه يقول: لما أخرجت أبي أخرجته بعد 6 أشهر، لم تطب نفسي أن أدعه مع رجل آخر، فأخرجته بعد 6 أشهر فلم أرى فيه إلا تغيرا في أذنه. ولا أدل من قصة عروة لما وسعوا المسجد النبوي من جهة الشرق، فإنهم رأوا قدما فارتابوا فيها، فقال إنها قدم عمر، فظلت باقية. فبعضهم يختلف في بقاء جسده في الأرض من حيث الزمن. وكلما كان الإنسان أخلص وأعبد وأتقى لله، كلما كان جسده أطول من باب التكريم له. وهذا القول مستنده ما ذكرنا من قصة جابر، من قصة عمر. المقصود من هذا أن النهي جاء في قبور الأنبياء والصالحين، لكن إذا جعلوا هذه علة فيقال لهم: فرقوا في الحكم في علتكم بين الأنبياء وبين غيرهم، ولا يمكن أن يفرقوا، لأن النص عام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكما في صحيح مسلم من حديث أبي مرفد الغنوي قال: لا تصلوا إلى القبور. فدل على أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك، فإن من صلى في المقابر بريد إلى أن يشرك بالله عز وجل، فيكون نجسا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والمراد من نجاستهم في هذه الآية النجاسة المعنوية، وهي نجاسة القلب،